السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة. حلقة جديدة نبدأها بالعناوين. لاعب المنتخب الوطني مهند علي يجري عملية الرباط الصليبي بالدوحة. منتخب الناشئين يغادر إلى الجزائر يوم الاثنين تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية. إدارة الميناء تقدم مدرب فريقها الكروي باسم قاسم إلى وسائل الإعلام. نادي القاسم يجري وحدته التدريبية الأولى تحضيرا للموسم الكروي الممتاز بقيادة كادر تدريبي جديد. نفط الوسط يتعاقد مع الثنائي البرازيلي ميلو كوستا وكلاوديو سوزا لتمثيل الفريق الكروي. اللاعبون وسام سعدون وأكرم رحيم وحسين مطر والحارس حسن نجم يجددون مع نفط ميسان. منتخب الناشئين يخسر من نظيره الياباني ضمن بطولة آسيا لكرة اليد. ناديا النفط والشرطة ينسحبان رسميا من البطولة العربية لكرة السلة.